تم ازاي؟ انا قدمت الابليكيشن على الموقع وقت ما تم اطلاقه. وبعدين جالي خطاب انه هو دعوه للحضور المقابله الشخصيه. استكملت البيانات وحضرت المقابله الشخصيه. وبعدين جالي خطاب بالموافقه للتنظيم للانضمام. سالوكوا في حاجه في الاختبار؟ اتكلموا مع حضرتك في حاجه؟ الخبرات السابقه الهدف من التطوع او ايه ليه تطوع في حدث زي ليه؟ ده ليه انا حضرتك في كليه الطب يعني ما عندكيش وقت اصلا، ولكن في هذا الحدث حبيت تشاركي تبقي موجوده يعني. وانا تشرفت بالمشاركه في احداث قوميه من عده سنوات. الثقافه بتاعه التطوع بتغير تقريبا 180 درجه في شخصيه الانسان. مش بيبقى مجرد فريق عمل بيعمل لتنفيذ مهمه معينه، هي بتبقى اسره كبيره جدا. عدد كبير من اخوه واخوات قادرين على العبور بالمهمه الى النجاح. ده غير الثقه بالنفس والقدره على القياده وعبور الازمات. كل دي صفات بتكتسب من عرفت حضرتك دورك هيبقى فين او مع مين ولا وزعوكوا ولا لسه؟ انا في اللجنه الطبيه في استاد القاهره. المسؤوليه عندنا المركز الكشف عن المنشطات الدوبينج سنتر والانتشار بكافه المدرجات. يعني تحسبا لحدوث اي ظرف طارئ طبي لاحد المشجعين. هيكون الفريق بتاعنا ان شاء الله متواجد احنا عندنا الاختبارات لك. عندنا الاجهزه بتاعت الكشف عن النشاطات، لانه دي حق بتبقى في دايما هو في تنسيق مع الكاف. وفي فريق من اللجنه الطبيه المركزيه موجود في غرفه المنشطات. هيكون هو المسؤول عن اخذ اللاعبين الى المكان العينات الى مكان سحب العينات. ثم ارجعهم تاني الى ارض الملعب او الى غرفه خلع الملابس. مصطفى، اول مره تشارك في